مرحبا لجميع أصدقاء الكتب في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نشارك فيه الأسبوع الأخير ديال ماراثون فيروس أصدقاء الكتب، وكاين ماراثون آخر دايره مع نفسي اللي سميته فيني بوكتون. الفكرة ديالته بسيطة، هي أنني كنقرا فيه جميع الكتب اللي قريتها وما كملتهاش. يعني عندي 5 ديال الكتب غادي نكملها في هذا الأسبوع، وغادي نشارك معكم مراجعات ديالي بعد نهاية قراءة كل كتاب. اليوم 14 ابريل، نهار الثلاث، يعني الماراثون بدا البارح الاثنين، وكملت اول كتاب اللي هو لماذا تاخر المسلمون وتقدم غيرهم للمفكر الاسلامي اللبناني شكيب ارسلان. الكتاب عجبني بزاف، عطيته 3 ديال النجمات. كيتكلم على هذا الموضوع اللي هو موضوع اشكالي، علاش المسلمين متخلفين وفي مؤخره الحضاره البشريه حاليا، علما ان الكتاب تنشر في الثلاثينيات ديال القرن الماضي او الاربعينيات. ولكن الموضوع اللي كيتكلم عليه الكاتب مازال عصري او مازال قائم لحد الان، لان باقي العرب ما عرفوا حتى شي النهضه. الكتاب كيتكلم على بزاف ديال المواضيع، هو عباره عن رساله موجهه لبعض التلاميذ كاينين في اندونيسيا، كانوا كيقراو المقالات ديال شكيب ارسلان، اكتبوا له هذا السؤال: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ غيرهم مقصود بها أمريكا، أوروبا واليابان. الجواب ديال هذا السؤال الإشكالي معقد، ولكن هو ركز على نقول 3 ديال النقاط أو 4 أو وقيل حتى 5. أول نقطة تكلم على البعد على الدين الإسلامي، قال لك بأن المسلمين كيظنوا أنهم مسلمين فقط لأنهم كيصليوا وكيصوموا وكيسبحوا، وأن هذا ماشي كافي باش أنك تكون مسلم. وتكلم على ان جميع هذا التخلف اللي وصلوا من المسلمين فهو بسببهم، يعني هما صنعوه بيديهم هذا التخلف، ما يبقاوش يلوموا الشعوب الاخرى. وقال تكلم على المسلمين الجغرافيون لانهم مسلمين لاسباب جغرافيه. انا كنسميهم مسلمين بالوراثه، لانهم هم وباهم مسلمين فهم تولدوا مسلمين. هذا السبب الاول، البعد عن الاسلام، يعني انهم فاهمين الاسلام بطريقه سطحيه، يعني ولا الاسلام مجرد ترتيل ديال القران، مجرد عادات اجتماعيه، مجرد طقوس وعبادات فقط. اهم حاجه كيركز عليها هو المساله ديال الجهاد، كيقول لك ان الجهاد خاصو يكون بالنفس وبالمال. الحاجه الثانيه اللي ممكن نذكرها بسبب هذا الكتاب، قال لك بان الفساد ديال الاخلاق، خصوصا اخلاق الامراء واخلاق الحكام، قال ان هذا من بين اسباب التخلف ديال المسلمين. السبب الثالث تكلم على قله الثقه بالنفس، وعلى انهم مستسلمين وخاضعين ومدلولين وكيحسوا براسهم انهم هما قل من غير من الشعوب الاخرى. وقال بما انهم العرب محدهم كيفكروا بهذه الطريقه هذه، وانهم تيحسوا كيقللوا من قيمه نفسهم ومن الثقه بنفسهم، غادي يبقاو ديما متخلفين، كيحسوا بديك الدونيه تجاه الاوروبي، او كيف ما كنسميوها عقده الاجنبي. الكتاب كيناقش بزاف ديال المواضيع، عجبني بزاف. كاينين شي امور اكيد ما كنتفقش معاه فيها، خصوصا المساله ديال الجهاد، لان هو اكيد ذكر الجهاد على المساله ديال تطور العلوم، يعني ان الجهاد دابا المفهوم ديالو مبقاش ذاك المفهوم التقليدي ديال انك تكون حرب بين جوج الشعوب وكل واحد باغي ينشر الدين ديالو. فالجهاد ممكن يكون جهاد علمي، ممكن يكون جهاد بالنفس، ممكن يكون جهاد ترقية الذات، يعني تهذيب أخلاقي، يعني هذا هو الجهاد الأكبر بالنسبة لي أنا، ماشي هو أنك تنشر الدين. ممكن تنشر الدين بطرق مختلفة، ماشي بالضرورة أنك تقنع الشعوب الأخرى، أو يكون انتشار ضروري تكون غزوة أو يكون حرب، ممكن يكون بطرق أخرى. ما نقدرش نذكر جميع مضامين الكتاب، فكنرشح لكم انكم تقراوه. الكتاب متوفر في كيندل، انا شريته في كيندل مجانا، يعني شريته في كيندل مجانا، وكاين حتى في موقع هنداوي تقدروا انكم تلقاوه. كاينين بعض الامور اللي درتها في الكتاب وكنت بغيت نذكرها، غادي نحاول نذكرها دابا. الحاجه اللي عجبتني تكلم على المدنيه ديال الاسلام، ولكن ما فهمت شنو كيقصد بالمدنيه ديال الاسلام، لانه في نفس الوقت كينتقد العلمانيه وكيقول لك ان العلمانيه ممكن تكون تفتح باب ديال الالحاد، وفي نفس الوقت تفتخر بان الاسلام كان هو يعني اسس لا شك في مدنيه العرب القديمه، وانها من اقدم مدنيات العالم على الاطلاق.
مما فهمتش ما المقصود القرآن لم يتغير، وإنما المسلمون هم الذين تغيروا. وتكلم على أن المسلمين باغين ربي ينصرهم بدون عمل، بدون تضحية، بدون جهاد، يعني فقط لأن الله وعدهم بالنصر. ولكن في الآيات اللي ذكرها يعني وعدهم بالنصر إذا هما حققوا الشروط ديال النصر. كتاب كيناقش بزاف ديال، دار حتى مقارنة بين المسلمين وبين الأوروبيين، قالك بأن المسلمين كيخونوا بعضياتهم. مثلا ذكر الموضوع ديال حرب الريف، يعني أن قبائل الريفية لقات راسها بوحدها أمام إسبانيا. إسبانيا طلبت المساعدة ديال فرنسا وأمريكا وساعدوها، أما الريف ما لقاو حتى شي مساعدة، بالعكس أبناء الدولة الوحيدة خانوهم. يعني قبائل الريفية ذكر أنها خانت الريف، فأكيد حتى المغاربة ما نصروهمش، على عكس اليهود مثلا في فلسطين. ملي كتكون شي حاجة على اليهود، واخا هما اليهود 16 مليون في العالم، ولكن ملي كيجمعوا التبرعات تيكونوا بزاف ديال التبرعات. أما العرب ما كيتبرعوش بالفلوس ديالهم. و الكتاب اللي كنرشحو لكم انكم تقراوه غادي يخليكم تفهموا بزاف ديال الامور اللي كنعيشوها حاليا. دابا كنسمع الكتاب الثاني ديال بناء الذات التورية العالي شريعتي، كنسمعه في قناة مزامير سيد أمين، عندها صفحة في يوتيوب وفي ساوند كلاود. الكتاب قوة اللي عجبني كنسمعه المرة الثالثة، ونشرت فقط الجزء الأول ديالو، كنتسنى الجزء الثاني. ولكن دابا غادي نقرا الجزء الثاني بي دي اف، نعاود نسمع الجزء الأول صوتي ونقرا الجزء الثاني بي دي اف. الكتاب كيتكلم على بناء الذات التورية، كيفاش تبني إنسان توري باش يغير الظلم اللي واقع في المجتمع إلى آخره. وهو مفكر إسلامي، يعني كينطلق بخلفية إسلامية فيها فكر توري وفيها فكر إسلامي، وفقط أيضا فيها الفكر الاشتراكي. فعجبني بزاف، عجبني بزاف الكتاب، خصوصا القراءة ديالتها زوينة بزاف. كملت الجزء الأول ديال بناء الذات الثورية ديال عالي شريعتي، عجبني بزاف، سمعته ثلاثة ديال المرات. الكتاب الصوت غنخلي لكم في صندوق الوصف. كاين ثلاثة ديال النقاط اللي كيعجبوني بزاف في هذا الجزء هذا الأول. أول حاجة تكلم عالي شريعتي على بناء الذات، قال لك أن الإنسان ممكن يصنع المسار ديالو، وقبل ما يصنع المسار ديالو ممكن يصنع الذات ديالو، ممكن يبني نفسه بنفسه. أكيد كاين هذيك الفكرة ديال الإنسان ابن بيئته، فاحنا كنتولدوا، ماشي فقط كنتولدوا بيولوجيا، ولكن كنتولدوا حتى فكريا ودينيا. يعني ملي كيولدونا والدينا كيربيونا على واحد الدين، كنقيونا العادات الاجتماعية ديالتهم والتقاليد ديالتهم والطرق ديال التدين حتى هي كتنقل. فمثلا إذا كنت أنت مسلم في المغرب ماشي بحال مسلم في أندونيسيا ولا في تركيا ولا في ماليزيا ولا في سنغافورة ولا مسلم في السنغال. كل دين داروا له واحد النسخه ديالته على حساب داك المجتمع فين هما تولدوا. فكنقلوا لك الدين، العادات الاجتماعيه، التقاليد، كيفاش تفكر، كيفاش تعيش، كيفاش تاكل، شكون تبغي، مع من تكون، كيفاش تلبس. فعلي شريعتي اول حاجه كيقول لك هو ان الانسان ممكن يكون شريك في بناء الذات ديالو، باش يكون في الاخر يدير ذات اللي هي توريه تقدر انها تغير المجتمع او تغير العالم اللي كنعيشوا فيه. الحاجه الثانيه اللي عجبتني في وتكلم على ان الانسان تيكون مسجون في هذا الشيء كامل اللي دابا انا ذكرته، العادات، التقاليد، كل شيء. الدين كنظن ما تكلمش عليه، انا دزته من راسي لانه هو اصلا مفكر اسلامي وكينتقل كينطلق من خلفيه اسلاميه. تكلم على سجن الطبيعه والجغرافيا ممكن تحرروا منه بالتطور العلمي والتكنولوجي، سجن التاريخ ممكن تحرروا منه بفهم التاريخ وقوانين التاريخ، وسجن المجتمع والنظام الطبقي اللي ممكن تحرروا منه من الثورة. فالثورة هي الهدف ديالو عالي شريعتي. الحاجة الثانية تكلم على توحش البشر، هذه الكلمة كتعجبني بزاف ديال التوحش والمانسترز وداك التخربيق، حيث انا كان امن بزاف بهذه النظرية لاننا كنعيشوا في واحد المجتمع اللي هو متوحش. الناس كيعاملوا بعضياتهم بواحد التوحش، وكيقول لك بان المجتمع اللي كنعيشوا فيه اللي هو مجتمع رأسمالي، العلاقات الإنسانية فيه كتعتمد على المصلحة، على المبادئ الرأسمالية أو على المادة.
فالإنسان إذا غمض عينه غير واحد دقيقة ممكن يتعرض للخداع والنصب والاحتيال أو السرقة، فخاصو ديما يكون حاضر راسو لأنه كيعيش في واحد المجتمع متوحش. خاصكم تقراو الكتاب باش تفهموا أكثر شنو المقصود بهذه القضية. الحاجة الثالثة، غادي نحاول ما نشوفش باش نكون عقلت على الأفكار. الحاجة الثالثة تكلم على الرأسمالية، كيفاش أن الرأسمالية ما يمكن ليهاش تكون مع الديمقراطية. فإذا كنا كنقولوا حنا في مجتمعات ديمقراطية، كذبة، لأنها ما يمكنش تكون ديمقراطية إذا كانت مجتمعات رأسمالية. وهذا الشيء هذا الشيء ممكن نفهموه أكثر في أوروبا وأمريكا، اللي هي مجتمعات ديمقراطية، هي فعلا مجتمعات ديمقراطية ولكن مجتمعات رأسمالية. فهذيك الديمقراطية ديالتهم ديمقراطية مشروطة، كيقول لك أن البشر ممكن مواطنين ديال دوك الدول ممكن يكونوا أحرار وتحسب براسهم أنهم أحرار، ولكن ديك الحرية حرية كاذبة ماشي حقيقية. فقبل ما هما يحطوا التصويت ديالتهم أو الصوت ديالهم في صندوق الاقتراع، كتكون الرأسمالية دارت الصوت ديالها. فالانتخابات كتسيطر عليها المصالح الاقتصادية، كيسيطر عليها الإعلام. فمثلا ترامب كيفاش ولا رئيس وكتلقاه مكروه من بزاف ديال الناس، هو ولا رئيس لأن الانتخابات الأمريكية مسيطر عليها المصالح المادية والاقتصادية. الانتخابات مسيطر عليها المال والإعلام، الإعلام تبين لك داكشي اللي بغاك تشوفه. ف كتاب زوين بزاف، انا دابا قريت بحال الجزء الاول، قريته بشكل صوتي، دابا غادي نقراه بشكل الكتروني لان الجزء الثاني مازال ما تنشرش صوتيا، وغادي ندير مراجعة منين غادي نعاود نكمل هذا الجزء الثاني. هادي 2 ديال الصباح بتوقيت ايطاليا، كملت الكتاب ديال بناء الذات التوريدي ديال تعالي شريعتي. ما نقدر نضيف حتى شي حاجه واحده اخرى لان الجزء الاول كان اكثر اهميه من الجزء الثاني. الجزء الثاني تكلم على مفهوم العبادة، مفهوم العمل، ومفهوم النضال الاجتماعي. عجبني بزاف لأنه كيقدم لك العبادة بواحد الطريقة مختلفة، ماشي بديك الطريقة اللي كنكونوا كنعرفوها ديال الخضوع والاستكانة والصبر على الذل أنك تسمع ولي الأمر إلى آخره. ولكن قال لك أن مهم خاصكم تقراو ضروري الكتاب لأنه مهم بزاف خصوصا في هذه الفترة اللي حنا كنعيشو فيها. الكتاب أهم حاجة فيه أنه كيبريك كيفاش تبني ذاتك بشكل ثوري بهدف أنك تغير المحيط ديالك. ماشي بالضرورة يكون نضال سياسي، ولكن ممكن يكون نضال بشكل يومي، لأننا أكيد مجهودات الأفراد كتقدر أنها تأثر على المدى البعيد. فطبعا كنعرف أن هذه الفكرة تقدر بتثير اهتمام بزاف الناس منكم، ولكن أنا بعدا كتانسبيريني بزاف وكتهمني بزاف لأنني كنآمن بهذه القضية، هي لأن ممكن نغيرو شي حوايج ماشي بالضرورة نغيروهم على مستوى الجامعات ولكن على مستوى الأفراد. أخيرا نقدر نضيف على أن علي شريعتي مفكر إسلامي متجدد، كيكتب بواحد اللغة اللي زوينة بزاف مبسطة، كيبسط لك المعلومة لجميع الناس، وهو كينتقد المثقفين اللي كيتكلموا بواحد اللغة اللي هي متعالية أو ما كيقربش للشعب، كينتقد هذه المسألة هذه. داكشي علاش هو كيبدا من نفسه كيتكلم بواحد اللغة اللي هي بسيطة إلى آخره. عجبني ونقدر نعاود نقراه مرة واحدة أخرى. علي شريعة غادي نقراه من جديد، وقريته في الوقت المناسب، هذا الكتاب ديال بناء الذات الثورية. أنا حبة عنب حلوة، تعال وامضغني بأسنانك الرقيقة، ألا تريد أن تقطفني قبل أن أموت؟ إلى هيفاء أحمد، أنت في وحدتك بلد مزدحم. رافائيل ألبرتي. قصائد. غرفة الشاعر. يفتح باب الكلمات ويدخل بخطى خائفة في أنحاء الغرفة، بعض قصائد ذابلة، كلمات تتمدد فوق الكرسي وأخرى تتعلق بالمشجب، سنبلة تهرب بين أصابعه وطيور تقتحم الشفتين. إرى عشبا ينبت في المكتبة المهملة، ونبعا ينبثق من الحائط، بعد قليل سوف يداهمه الليل بأقمار وكوابيس، تداهمه أشجار الغابة
ورمال الشاطئ وحصى الأنهار وأبار فارغة يملأها بحروف سوداء. وماذا يأخذ من جثث الأيام؟ وماذا يترك غير قصائد ذابلة وغبار الكلمات؟ وبعد قليل سوف يداهمه الشرطي ليسأله عن جمل غامضة ويحذره من استعمال القبلة والقنبلة، ويمضي هو ذا الشاعر يفتح نافذة القلب، يغلق عينيه ويحلم بقصيدة حب. غادي نكمل لكم فقط الفيديو، واخا مؤخر للأسف كان خاصة نقرا 5 الكتوبة أو 7 الكتوبة في الأسبوع الأخير ديال الماراثون فيروس أصدقاء الكتب، ولكن تكسلت بزاف وما قدرتش نكمله. غادي نشارك معكم 2 الكتب اللي كملت في الأيام الأخيرة. الكتاب رقم 3 هو الأعمال الكاملة لرياض صالح الحسن، اللي هو ديوان شعري أو الأعمال الشعرية الكاملة، فيها 4 ديال الدواوين. الديوان الأول خراب الدورة الدموية، الديوان الثاني أساطير يومية، الديوان الثالث هو اللي قريت حيت هذو كنت قريتهم دجا، بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس، والديوان الأخير هو وعل في الغابة ديال رياض صالح الحسين. هذا الكتاب مهم بزاف لأنه حفظ الإرث الشعري ديال صالح الحسين. الكتاب زوين، كيتكلم على بزاف ديال المواضيع، من بينها يعني كاينه قصائد رومانسية بزاف، ولكن اللي زوين في الشاعر هو أنه واخا تكتب قصائد رومانسية ولكن مرتبطة بدوك المشاعر الثورية ديالو، بدوك الرغبة ديالته في التغيير، الملاحظات ديالته اللي كيشوفها في العالم. يعني هتلقاو بزاف كلمات الثورة كتكرر في القصائد ديالو، لدرجة أن آخر سطر شعري كتبه في حياته قبل ما يموت هو لقد اعتدت أن أنتظرك أيتها الثورة. رياض صالح الحسين بدأ كيتعرف مؤخرا بشكل كبير، كان ظن مع بداية الثورة السورية، و مزيان أنه تكتب طبعات دار المتوسط هذا الكتاب باش يتحفظ الشعر ديالو، يعني لأنه مات هو عنده 28 عام، ما كانش في ذاك الوقت الإعلام اللي يتكلم عليه أو دعم من شي جهات. فهاد الكتاب غادي يكون بحال واحد الوثيقة شعرية غادي تبقى للأجيال القادمة. بالنسبة لرأيي في القصائد عجبتني بزاف، وما نقدرش نتكلم على رأيي لأنها قصائد ممكن بعض المرات ما تفهم حتى شي حاجة في القصيدة، فقط أنها كتلمس فيك شي حاجة كتخليك تحس بعض المشاعر. فكنرشح لكم أنكم تقرأوا هذا الكتاب، هتلقاوه ككتاب صوتي في يوتيوب في قناة مزامير سيدة ميم، وهتلقاوه ككتاب في موقع جدار الإلكتروني، وهتلقاوه حتى PDF، وعاد النسخة الورقية لا تشريوها. بالنسبة للكتاب رقم 4 اللي قريت هو باي باي لندن ومقالات أخرى للكاتب السعودي غازي القصيبي أو القصيبي، كيتكلم على مقالات متنوعة. الكتاب لا بأس به، هو متوسط ما عجبنيش بزاف، فقط كاين مقالة على تجديد الخطاب الديني أو تجديد مفهوم الدين الإسلامي عجبتني، تجديد الدين والدنيا. هو مقالة على باي باي لندن تكلم فيها على الذكريات ديالته في لندن، لأنه مشى كطالب فقير ومن بعد ولا سفير ولا دبلوماسي. كاينة مقالة أخرى ديال غازي القصيبي تكلم فيها على شنو كاينة شي مقالة أخرى تكلم فيها على البطالة في المجتمع السعودي، وتكلم على الوفادة العمالة الأجنبية، يعني بحال يحملها هي المسؤولية، أنهم كيجيبوا عمال من الهند ومن باكستان ومن دوك الدول كيخدموا في السعودية وكيهبطوا يد عاملة رخيصة، يعني كيفضلوا يخدموا هما ميخدموش أبناء البلد اللي هما سعوديين. المقال الثاني اللي كان عجبني هو مدرسون في حياتي، مقال نوستالجي كيتكلم فيه على المعلمين اللي أثروا فيه في حياته. فجوج مقالات اللي عجبوني، تجديد في شؤون الدين والدنيا ومدرسون في حياتي. المقالات الأخرى كانت عادية. غادي نسالي الفيديو في هذا مع هذا الكتاب، 4 الكتب اللي قدرت نكمل. كاين جوج كتب أخرى كنقراهم،
كتاب ديال يوميات طائر الزنبرك ديال هاروكي موراكامي الجزء الثاني. باقي كنقرا، وصلت للصفحة 138. يعني قريت فيه، شحال قريت فيه؟ قريت فيه تقريبا نصف، 52%، 52%. فغادي نحاول نكملو في هذا الأسبوع، اليوم الجمعة، السبت الأحد غادي نحاول نكملو. وكنقرا كتاب بلونجلي سميتو Today I Died، كتكلم على واحد البنت انتحرات بسبب المرض النفسي ديالها، اكتئاب اللي كتعاني منه، خصوصا من بعد ما مات الأب ديالها. وغادي نكمل لأنه هذا قصير بزاف، فيه فقط 42 صفحة، قصة قصيرة. وبديت كنقرا واحد الكتاب سميتو دابو إل كوفيد، كيتكلم على ملاحظات ديال واحد الفيلسوف، كنظن فيلسوف، كيتكلم على كيفاش خاصنا نعيشوا من بعد هاد الكورونا، هاد الوباء. هاد الكتاب هذا اللي نقدر نبغي نترجمه بالعربية لأنه قصير. فهادو هما القراءات ديالي في هاد الفترة. غادي نحاول في رمضان، اليوم بدا رمضان، أول نهار ديال رمضان في إيطاليا، نهار الجمعة 24 يناير، غادي نحاول ندير ماراثون ديال 7 الأيام، 7 الكتب، ابتداء من الاثنين القادم. وهذه المرة هذه غادي نلتزم بتصوير يومي. وأيضا المهم، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم أي كتاب من هذه الكتب ناقشوا معايا في التعليقات. رمضان كريم وقراءة ممتعة، ومع السلامة. الحاجة المهمة أنني ضروري غادي ندير قراءات في رمضان أكثر، لأنني أنا رمضان كيعجبني بزاف كشهر القراءة. فكيف ما كندير كل عام، غندير دي فلوك ديال رمضان خاصين غير بالقراءة. ويمضي هذا الشاعر يفتح نافذة القلب، يغلق عينيه ويحلم بقصيدة حب.